الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، بداية هذه النشرة مع ندى رضا. إليك ندى. شكرا لك دامون. أهلا بكم. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة. أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الحوار سيتضمن تناول كافة أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة، على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلا عن التباحث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. هذا ومن المقرر أن يلتقي شكري خلال وجوده بواشنطن مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية، كما سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر.